أخوة المتابعون في كل مكان، أحييكم وأرحب بحضراتكم أجمل الترحيب 2013، حيث ننطلق في يوم ما قبل الختام مع هذه الأشواط النقدية الخاصة بسن الجذاع. نتابع هذه الصدارة مع هذه البكار المنطلقات والمندفعات في هذا الشوط، وهذه بينونة على مقدمة الشوط. ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري تتواجد ويتواجد شعارة على مقدمة الشوط على ظهر بينونة، بينما المركز الثاني تواجد لشعار راشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي مع بنت شاهين، وتنطلق وتندفع في هذه اللحظة معلنة حضور هذا الشعار. المركز الثالث، هذه ندى على المركز الثالث من الجانب الآخر، سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي مع ثالث المراكز انتقلت بدورها إلى المركز الثاني. المركز الرابع، انتقل لأجد الشهنية على رابع المراكز، هذا هو شعار أحمد الشيبة بن صالح المزروعي على المركز الرابع وخامس المراكز. ابتسام محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يتواجد مع ابتسام في خامس المراكز. أيها الإخوة المنصوري الذي ينتزع المركز الرابع مع ابتسام لتبقى في خامس المراكز. ندى سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان عبر شاشة قناة الريان الفضائية التي تتابع أحداثنا الرياضية المقامة في ميدان التحدي، ها هي الشهنية تفتتح الكيلومتر الأخير، تفتتح الكيلومتر الخطير النهائي عن نهاية هذا الشوط. ولا زالت انطلقت بن شاهين، انطلقت ندى، هذه المراكز التي تندفع اندفاعة واحدة نحو خط النهاية، نحو الناموس الأول الأقرب، الشهنية. شوفوا بينونة، شوفوا ابتسام، شوفوا سلام، وصل شعار لحظة، يا الشيبة يا ابن الشيبة، يا سلام يا سلام، هذه الشهنية على المقدمة. هناك من الجانب الآخر، بينونة ووصلت ابتسام، ولكن هذه الشهنية صامدة حتى هذه اللحظة. خطف المركز الأول في هذه اللحظة مع انطلاقة بينونة، ابتسام واصلة على المركز الثاني. الشعار شعار المنصوري، على المركز الأول والثاني. أهني محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على فوز بينونة بالمركز الأول. هنا ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يفوز بهذا الشوط، والمركز الثاني ابتسام محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، المركز الثالث الشهنية أحمد الشيبة بن صالح المزروعي، المركز الرابع بنت شاهين راشد بن ناصر بن راشد آل جبر النعيمي، المركز الخامس وصلت الذهيبة لفهد بن عبد الله بن جروح الشمري. أيها الإخوة المتابعون، شاهدنا اللحظات الأخيرة وانتزاع الناموس من بنت شاهين التي نافست حتى اللحظات الأخيرة، ووصلت بينونة لتفوز بهذا الشوط. توقيتها الزمني 9 دقائق 58 ثانية، جزئين من الثانية هو التوقيت الذي سجل مع بينونة بشعار ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الثاني 9 دقائق 58 ثانية، 62 جزءا من الثانية. ابتسام لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، تهانينا والناموس. المركز الثالث 9 دقائق 58 ثانية، 98 جزءا من الثانية هو التوقيت الذي سجل مع صاحبة